إذا المشاهدين متابعي قناة شوف تيفي مرحبا بكم في البث المباشر في قطنا ديناج الدار البيضاء كنتواجدوا بشارع الحسن الثاني. يعني كما كتلاحظوا معنا في هذه اللحظات ها هو السلك ديال الضوء مدلي فوق الشانطي، فغادي يشكل واحد الخطر كبير على الناس اللي كيدوزوا من هنايا. أي شخص أنه يقدر يضربوا الضوء، الله يحفظ الجميع يا ربي. يعني شوفوا السلك هو مدلي من بوطو وجاي فوق الشانطي. الله يحفظ الجميع يا ربي. يعني كيف ما كتشوفوا معنا ها هو السلك دلي مدلي من فوق السكة ديال الترام حتى لهاد البوطو هذا اللي مخرج الضوء. يعني مشكورين ايضا رجال الامن على المجهودات اللي قاموا بها انهم كيحاولوا يمنعوا السيارات باش يدوزوا من هذا المكان هذا. مشكورين رجال الامن اللي كيتواجدوا في عين المكان. يعني فانهم كيحاولوا يغيروا المسار ديال السيارات باش ما يدوزوش ويشكل عليهم واحد الخطر في هذه المنطقه هذه. يعني ايضا كيتواجدوا الناس اللي خدامين في هذه الشركه المختصه مشكورين حتى هما كيتواجدوا في عين المكان باش يصلحوا الوضع في الاقرب العاجل. كنتمنوا لهم التوفيق في هذه العمليه هذه. مشكورين ايضا رجال الامن على المجهودات اللي كيقوموا بها ايضا كيتواجدوا في عين المكان باش يغيروا المسار ديال السيارات باش ما يدوزوش من فوق هذا السلك هذا. شوفوا ها هو السلك، ها هو دايز من فوق الشانطي. هلا زاد زاد عفت عفت الماء البيسكي ديالنا. لا عرفت عفت الماء ولا عفت انايا خليه يجوز منا. هذا يلا قولي قولي يجوز قولي يجوز باش نخليها مبلغ إذا الآن غادي يتم إصلاح هذا الوضع هذا. يعني قاموا بالتدخل السريع من أجل إصلاح هذا الوضع هذا باش ما يشكلش واحد الخطر هنايا على الناس. إذا المشاهدين الكرام غادي نودعكم على أمل نتلاقاوكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.